سيد عمر في رام الله، يعني بالفعل إسرائيل تستهدف كل المؤسسات، تستهدف كل المدارس، المنشآت التابعة للأونروا، بالفعل تحاول إدانة من يعمل في هذه المنظمة أو هذه الوكالة، بالفعل تستجيب الكثير من الدول الغربية لما تقوله إسرائيل ويقطعون الإمدادات عن هذه الوكالة، فما الذي يضيفه هكذا تصنيف تسعى إليه إسرائيل؟ مساء الخير لك وللإخوة الأعضاء المشاركين في هذه الحلقة وللسادة المشاهدين والمستمعين. بداية، مثل هذا التوصيف لمنظمة أممية أساسية من مكونات الأمم المتحدة المستندة إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، هو مردود على دولة الاستعمار الإسرائيلي النازي المتهم الأساسي بإنتاج وتعميم وإشاعة الإرهاب المنظم ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد الدول العربية وشعوبنا وضد دول العالم المختلف. والكل يعلم أن دولة إسرائيل ليست أكثر من أداة وظيفية في خدمة المشروع الكولونيالي الاستعماري الرأسمالي، وبالتالي مشروع إسرائيل أو القرار أو مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأحد أول أمس، هو أمس عفوا، هو مردود على إسرائيل، وهو ليس جديدا بالمناسبة. الحرب على الوكالة ليست جديدة، لأن الحرب على الوكالة هو حرب على الشعب العربي الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين، وهي ليست كما ذكرت ليست المرة الأولى، بل منذ أقيمت، وهي أقيمت بالمناسبة في العام 49 بهدف من قبل القوى التي أسستها لحرف بوصلة القضية الفلسطينية من كونها قضية سياسية قانونية إلى قضية سياسية وإلى قضية إنسانية. وبعد دفاع الشعب العربي الفلسطيني والدول الشقيقة عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وأيضا أنصار السلام ودعمهم لقضية الشعب الفلسطيني، وفشل إسرائيل وأمريكا والغرب الرأسمالي من تحقيق أي من مشاريع التوطين التآمرية التي بدأت منذ العام 1953 وحتى اللحظة الراهنة، حيث أحد أهداف حرب الإبادة الجماعية هو التهجير القسري ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وهي تهدف بتصفية الشاهد الرئيس لنكبة الشعب العربي الفلسطيني التي حدثت في عام 48 بهدف تصفية القضية، قضية اللاجئين و تصفية الشعب وطرد الشعب الفلسطيني مجددا بنكبة مجددة استنادا إلى النكبة الكبرى في عام 48. وبالتالي اتهام الوكالة بما ليس فيها وبما هو موجود في دولة إسرائيل، وهو أحد سماتها الرئيسية والمكونة لها، لأن إسرائيل لم تعش يوما إلا استنادا إلى الإرهاب والحروب طيب ابقى معي سيد عمر.